لكم محاورة عربية من قصة ثلاثة رجال من بني إسرائيل. باتوا في الغار لأجل المطر، فانطبقت عليهم صخرة، فتوسلوا بصالح أعمالكم. وكيف أقوالهم؟ لا أطيل الكلام افتتاحا لهذه المحاورة المعجبة من الآن. بينما ثلاثة نفر من بني إسرائيل يمشون، إذ أصابهم مطر فآووا إلى غار، فانحدرت صخرة من الجبل. كان استأجروا قوما فاشتغلوا وعملوا، ولما فرغوا من شغلهم جاءوا إليه فأعطاهم أجرهم. وكان فيهم رجل اشتغل معهم ولكنه لم يأخذ أجره وتركه وذهب. يا قوم، هل فرغتم من شغلكم؟ يا المستأجر، قد فرغنا من شغلنا، إذا لنا أن نتم شغلنا. طيب، يا مستأجر، قم، ليس الآن وقت النوم، قم، أينما قلت يا مستأجر. عفوا، خذوا أجرتكم. جزاك الله خيرا. لا أدري وما أنا بقادر على أن أمنع. لا بأس، قد وضعت أجرته في التجارة. وطالت المدة ومضى زمن كثير، فسمر الأجرة وأثمرت كثيرا، وكثرت منها الأموال. فجاء الأجير الغائب وهو لا يجمع إلا في أجرته القليلة،
دراهم معدودة وإذا جحدها الرجل ولم يدفعها رجع خائفا ولكنه جاءه لأنه يحتاج إلى هذه الدراهم. السلام عليكم. وعليكم السلام. أي شيء أساعدك؟ لحظة كأني رأيتك في المنادية. صدقت، إني أجيرك وقد استأجرتني في الماضي. ما شاء الله، أنت الآجر الثاني، ذلك الذي ذهب وترك الأجرة. يا عبد الله، إني رجل مسكين وأنا أحتاج إلى أجرة قليلة، دراهم معدودة. يا عبد الله، أدي إلي أجري. ما شاء الله، قد انتظرتك في زمان كثير، الآن تأخذ أموالك. أين هي؟ هناك. يا عبد الله، لا تستهزئ بي. لا أستهزئك، فكنت ترى من الإبل والبقر والغنم والرقيق لهم لك. الله أكبر، يا عبد الله، لماذا تفعل كذلك؟ إنك رجل كريم أمين، نفس الله عنك كربة من كرب يوم القيامة، وجزاك الله في الدنيا وجزاك الله في الدنيا والآخرة. آمين. الجزاء الإحسان إلى الإحسان. لا أريد جزاء منك ولا شكورا. أرجو أولا. نعم. وقد قام الله تعالى مسألتي. فدعا ربه، اللهم إن كنت فعلت ذلك بدواء وجهك فكشفنا عنا صخرة. وقد رضي الله عنه على هذه الأمانة والوفاء والكرم، وفرج لهم فرجة حتى يرون منها السماء. كان له أبوان كبيران وأولاد صغار، وكان بارا بالوالدين شفيقا على الأهل والأولاد، وكان يذهب كل يوم في الصباح إلى المرعى ويرعى الماشية ويرجع بها في العشاء فيحلبها ويسقي والديه وأهله وأولاده.
مرة ذهب الرجل بالماشية إلى المرعى فبعد في طلب الشجر والعلف. اليوم نبعد في طلب الشجر والعلف لحقولة كثيرة من المراعي القريبة. أوكي ابعي هنا. وأنا أحتطب الحقائق حوال هذه المنطقة. وبعد ساعات ما شاء الله قد غربت الشمس. هيا نرجع، هيا نرجع. وفي البيت ينتظر أبواه قدومه. وبعد الانتظار الطويل رقد ووصل ابنهما. تأخرت اليوم في المرعى، اليوم في المرعى، وبعدت في طلب الشجر والعلف يرعى الماشية حتى رقى الشيخ والعجوز. هل أوقظهما أو لا؟ لا 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 لا. كيف أسقيكم ولم أسقيهما؟ إني إذا لم من الظالمين. اسقني يا أبي. لا 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 لا.
Ya habibati. Al-Qidili. Nah. Ini sa'asikum ba'dama sa'abati. Nah. فانتظر وانتظر وانتظر استيقاظ والديه وبات قائما وانقله على يده ثم طلع الفجر واستيقظ والداه فقدم الرجل لهما قدح اللبن فشرب يا أبي الشهاد فدعا ربه اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عني ما نحن فيه من هذه الصخرة آمين وقد رضي الله عن هذا الرجل الذي كان بارا بالوالدين رضي الله عن هذا العمل الصالح وقبله فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منه والثالث كان له ابنة العم التي جن جنون حبه لها وكان طلب منها نفسها فأبت حتى Jadi itu tak
الوبي بعد فقط. تستحي؟ أستعان أزعجوا إلى بيتكم في ليلة غدية. نعم وفي الليلة الموعودة جميلة؟ نعم جميلة جميلة ادخلي 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 جميلة اجلسي هنا جميل والله اتق الله ولا تبض الخادم الا بحقه استغفر الله استغفر الله فدعا ربه اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه ولما انتهى دعاؤه فكشف الله عنهم ما بقي فخرجوا من هذا الغار أيها المشاهدون المحترمون ما هي العبرة من هذه القصة؟ لا شك أنكم لتعرفون من هذه القصة فضيلة بر الوالدين وفضيلة خدمتهما وإيثارهما على سواهما من الزوجة والأولاد وفضيلة العفاف عن المحرمات ولا سيما بعد القدرة عليها وفضيلة حسن العهد وأداء الأمانة والسماحة في المعاملة وتظهر لكم آثار الأعمال الصالحة للعبد عند وقوعه في الشدائد والمهمات فينجيه الله تعالى منه إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا إلى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.